أنا النقيب مصطفى علواش من مرتبات شرطة الرعي. رح نعرفكم على بوقت قصير على بعض أجزاء الشرطة في منطقة الرعي. أولاً، نحن تعدادنا أصبح بعد الدورة الجديدة 650 شرطي وشرطية. أما على مستوى منطقة درع الفرات فتعدادنا هو 6500 شرطي وشرطية. الأقسام اللي تابعة لشرطة الرعي مثلاً مثل قسم الجنائية يتابع الأعمال الجنائية بشكل كامل مع قسم مستقل ويتابع كافة الأعمال. عندنا مثلاً قسم المرور يتابع الأعمال المتعلقة بالشاحنات والسيارات وعبورة وتسهيل مرورها في المدن. عندنا قسم مكافحة المخدرات وعندنا قسم مكافحة الإرهاب، والقسمين متممين لبعضهم لمتابعة أمور المخدرات وتوابعها وتجار المخدرات ومن يتاجر في هذا الموضوع في منطقة درع الفرات. في عنا قسم للشرطة النسائية، الشرطة النسائية عددها قليل ولكن تقوم بدور كبير في شرطة الرعي من تفتيش النساء والإشراف على سجون النساء وتوابعها. وفي عنا قسم هو للمهام الخاصة والحواجز، وهذا القسم مهم جداً لانتشار الحواجز في محيط بلدة الراعي، تفتيش الناس، وهذا كله يصب في بوتقة أمن وأمان المواطنين في هذه المنطقة. حالياً كلياتنا عدد من الشرطة النسائية لهالمجال لنساعد ببسط الأمان أكثر، بحيث أنه في مواقع لابد أنه يكون العناصر النسائية هي الموجودة، إن كان على الدوائر الحكومية للنقاط الصحية، حتى حالياً عم يصير على المعابر أو على الحواجز أو على الطرقات بتجي نساء أحياناً متنكرات، ممكن يكون من البكيكة أو من دواعش، لا سمح الله يكون مهربين سلاح أو أي شيء يضر بأمن المنطقة اللي هون، فنحن بدورنا بإذن الله منساهم أنه نمنع هالشي يصير. في سبيل تأمين أرضهم ووطنهم، قوات الشرطة والأمن العام، جهاز الشرطة الأول في الشمال السوري، وكما نشاهد بشبابه وشاباته للحفاظ على أمن وسلامة المدنيين من الحدود السورية التركية. ستيبي نيوز، زين علي، ريف حلب الشمالي.